ستقام مسابقة لجمعية هواة الطيور لمدينة قسنطينة تدعو كافة مربين الطيور بالجزائر إلى المشاركة في المسابقة من الطبعة السادسة لعام 2024 للكناري وكافة الطيور البرية والهجينة لعرض الطيور أمام نخبة من الحكام الأوروبيين المتخصصين في هذا المجال والتابعين للمنظمة العالمية للتحكيم والترحيب للجميع لتكون فرصة للتعرف على كافة أنواع الطيور.